الأصل في المتوضئ ولمي أصل ده أن وضوءه لا ينتقل ولا نزل ففرتين با بالشكل شوي سكر كم ولا زنا رشد شوتي أولا ففرتين با بل يجب عليه أن يتيقن الحدث أولا شيء واجب سنا كلام ذن حدث ذا يكن ذربرا فإن تيقن أنه محدث انصرف من صلاته يكن غنو يكن زنا شيء حدث شيء حدث ثالثين زن أكيرو يكن غنو ما لا يقوى سلا نزل كل زون وتوضع أول زون ونواقض الوضوء أولا فورجا هي شما الخارج من السبيلين أو لورم إندين سلين من بول بول كل أو غاية الناس كل أو ريح كسم كل أو غيره شن قران كل سلية ولا فقرتنا خروج البول والغائط من غير مخرجهما بول غائط لورم ذا أدى يدين قران تلوية ولا بنات ففرتنا أدى ما الزوال العقلي أنقل إنك ترى إما بالكلية أنقل ثم قبادر نكت ينكل كالجنون نمزورية أو تغطيته أو أنقل دا ولا بيأس أو لا أن يتمز سافنيا بسبب لا يوجب ذلك أدا واجب سين لمدة معينة لوقت لا أين قتر كنمي لما نكنمي والإغماء موتي والسكر كربتي وما أشبه ذلك ولا سافنزنا سمسو كم ورزنا رشاس وندي ورنزبا والنوم ينقض الوضوء كنمي ولا ففرجين إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور كنم لزور شالب سنة أبي ما فنجم با فنجم زر نكتا ولا نما با داي أشامد بنزنا أو أولا زر بنتنا فمن نام كم من دال لجا نوما كنم لنا مستغرقا في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة الوضوء زور كنم شالب سنة لبو لتكون أي ما فنجم با مشيرين كل أو نقرين كل وسافة جاء ولا ندرك وكلكتر شو ولا دابل انترشر واجب سنة سواء ككل كان قائما أو قاعدا نبقى تلات كون ينكل دات تلات كون ينكل أو مضطجعا قريقرا تلات كون ينكل أما إذا كان غير مستغرق ألمنا كنم بشال بصير ولنا كالنعاس ألمنا كتنقلتي الذي شرن لا يفقد معه الشعور لا يفقد معه الشعور أو لا فان تيمبارو ولزي بيا اي سوفا نمي بيا سورا ني تنغنمي اد فلا تجب عليه اعاده الوضوء ولا دا كلكتر ني واجب جنبا دلين دلي لما ورد كراتنا رم في ذلك الا من الاحاديث الصحيحه حديث كليوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كراتنا قول جن الداله على التفصيل المذكور التفصيل لنا قلتنا ما قال دلزين ما ومن نواقض الوضوء أود نقول فورجن كذلك كره أديما أكل لحم الإبل ذاك لما يجرو لحديث ذن جابر بن سمرة إن كرتنا رضي الله عنه ألقن ذار ذا أن رجلا قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم شورو أنا توضأ من لحوم الإبل عندي ولنين ذاك لما يجريا عليه الصلاة والسلام شورو عندي ولنين ذاك لما يجريا قال نعم عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.